معايير مصداقية الكتاب المقدس، هناخد مع بعض دلوقتي المحاضرة الأولى وندرس هذا الأمر باختصار شديد جدا. دايما البعض بيتساءل إيه اللي يدل إن كتابك المقدس نقدر نصدقه؟ فالمحاضرة الأولى دي بيتساءل البعض كيف نصدق الكتاب المقدس ككتاب عقيدي؟ إزاي نصدق معلوماته؟ هي إيه معايير مصداقية الكتاب المقدس؟ للأسف اللي بدأ يطلب الكلام ده الأحباء المسيحيين أكتر من الملحدين والمسلمين. المسلمين طبعا والملحدين دايما بيهاجموا، فخلوا حتى صغار النفوس يسأل هو فعلا إزاي نقول إن الكتاب المقدس صح؟ إيه معايير مصداقيته؟ فهناخد مع بعض الـ Reliability أو الكريتيريا أوف Credibility للكتاب المقدس. عاد السائل السؤال ده اللي بينقله صغار النفوس، لكن هو بيبقى نتيجة هجوم أحد المهاجمين للكتاب المقدس، هو بيهاجم الكتاب المقدس فقط. ولو تم تقديم أدلة على مصداقية الكتاب هو مش هيقبلها، هيتحجج بأي حجة وهيستمر يرفضه ويعتبره كتاب ديني لا يعتد به، زي بقية الكتب الدينية مرفوضة علميا. بتسمعوا الكلام ده صح؟ يقول لك الكتاب المقدس مش حجة خالص، ما تنفعش تستشهد بيه لا تاريخيا ولا جغرافيا ولا علميا. ليه؟ يعتبروه مش مرجعية، يقول لك ما ينفعش الاستشهاد بيه في المعلومات دي. ليه؟ ليه ما ينفعش الاستشهاد بيه أصلا؟ عشان كده قبل ما أبدأ أضع أدلة على مصداقية الكتاب المقدس على خلاف كل بقية الكتب الدينية وأنه مرجعية فعلا، والناس دول لو كانوا محايدين كانوا يستشهدوا بيه زي ما بيستشهدوا بكتابات أخرى، يوسفوس وغيره وغيره. فحضطر أو أحتاج أن أنا أسأل طارح السؤال ده بغض النظر عن خلفيته مهما كانت، إيه هي معايير مصداقية أي كتاب بطريقة أكاديمية لي؟ إيه هي المعايير اللي لو انطبقت على كتاب هو بيضطر أنه يقبله ككتاب يعني مصدق، يقبل أي كتاب تنطبق عليه هذه المعايير؟ إيه هي المعايير؟ ما هي المعايير اللي لو وجدت في كتاب هيعتبروا أن الكتاب ده ليه مصداقية؟ السؤال ده ليه أنا بسأله؟ السؤال ده عشان يكون هناك نوع من أنواع الحيادية والأكاديمية في هذا الأمر، مش بس رفض للرفض زي ما احنا متعودين عليهم. هو ليه بيقبل كتاب فلان وعلان، كتاب علمي، كتاب تاريخي، كتاب جغرافي، كتاب أدبي، وبيعتبرهم مرجعية وبيأخذ كلامهم مصدق، وفي المقابل ما بيقبلش الكتاب المقدس؟ طب إيه هي المعايير اللي لقيها في كتاب فلان أو علان عشان كده اعتبرهم إن هم ليهم مصداقية، ليهم credibility وبقي يستشهد بيهم؟ السؤال ده على فكرة نقدر مش بس للسائل نوجهه، لأي حد، لينا نفسنا كمان، كلنا، للقارئ بطريقة عامة. ايه هي المعايير الأكاديمية لمصداقية أي كتاب سواء عقيدي تاريخي أو غيره؟ اللي يخلينا نصدق كتابات مؤرخ زي يوسيفوس، هيرودوتس، زفينون، ليفي، تاسيتوس، والديورانت أو غيرهم من المصدقين اللي بيستشهد بيهم، أو أي كتاب علمي بينقل لنا فرضية العالم الفلاني، أو حتى كتاب بالعقيدة البوذية أو غيرها؟ رجاء محبة كل واحد سمعني حتى الآن يتوقف لو ثواني قبل ما يكمل في سماع هذا الأمر ويفكر في السؤال المحوري: إيه اللي بيخليك وبيخليكي تصدق كتاب محدد واللي بيقدمه من معلومات؟ ليه؟ لأن أنت لما تبتدي تضع معايير ده هيدفعك للحيادية. ده مش آراء شخصية، مش بتحب الكتاب ده أصلا أنت بتحب الكاتب بتاعه وخلاص على كده، لا. ومش هترفض الكتاب ده للرفض لأن أنت عايز ترفضه وخلاص لأسباب شخصية زي رفضهم للكتاب المقدس. بل أرجو من كل سائل أو كل قارئ قبل ما يكمل يمسك ورق أو قلم ويكتب معايير. إيه اللي تخليك بتصدق وتقول هذا الكتاب ده ليه مصداقية فأقدر أقتنع ببعض معلوماته أو كلها؟ إيه اللي بيخليك تقتنع وتصدق اللي بيقوله أي كتاب أنت بتصدقه وبتستشهد به؟ في الناحية التاريخية مثلا، إيه اللي بيخليك لا أنا بصدق كتابات يوسفوس؟ البعض طبعا أذكياء، ما أنتوا عارفين، ف
فيقول لك ايه؟ لا انا بصدق الكتب اللي بتقدم مراجع وبس. مش ممكن يقولوا الكلام ده؟ السؤال هيمتد للمراجع، ما هي معايير مصداقية أي مرجع استشهد بيهم الكتاب فجعله مصدق؟ الكتاب ده استشهد بشوية مراجع، طب إيه هي اللي خلى المراجع إن هي ليها مصداقية فلما استشهد بيها الكتاب ده بقت كتاب له معايير مصداقية؟ طب إيه هي مراجع يوسفوس؟ إيه هي مراجع تاسيتوس أو غيره من المؤرخين؟ إيه هي المراجع؟ أو إيه هي المعايير اللي خلت الاستشهاد بهذه المراجع تخلي الكتاب ده مصدق؟ وبعد ما تفكر في بعض المعايير طبقها على الكتاب المقدس ده لو انت كنت محايد، وانا مقتنع ان انت هتلاقيها تنطبق على الكتاب المقدس بالكامل. هوم وورك في النقطة التاريخية مثلا، قول لي ايه هي المعايير اللي مخلياك مصدق يوسيفوس وطبقها على الكتاب المقدس، هتلاقيها تنطبق. ملحوظة، أنا لا أتكلم على أمور روحية خالص دلوقتي هنا، أنا بتكلم بمعايير أكاديمية فقط، مش بتكلم على أمور روحية. طبعا ده جانب هو الأهم بكثير، لكن أنا حطه على جنب النهاردة. قبل ما أقدم معايير مصداقية الكتاب المقدس، نتكلم مع بعض على المعايير الكلاسيكية لمصداقية أي كتاب أو أي مرجع. هما بيختلفوا في التسمية، أحيانا بيخلوهم 4 أو 5، لكن شبه متفق على 5 معايير لأي كتاب عشان الكتاب ده يقيموه العلماء أو المقيمين ويقولوا لا الكتاب ده محترم ليه مصداقية. إيه هي المعايير؟ زي ما قلت لكم هتلاقوها مختلفة في من مرجع للتاني، ولكن ملخصهم هم 5 التانيين: accuracy, currency, authority, objectivity, relation to other sources. أدي بعض الريفرنس اللي حطت المعايير الخمسة دي أو ما يشبه لها. فإيه هم المعايير الخمسة دول اللي قلتهم؟ 1، الدقة. يعني إيه؟ هل معلوماته دقيقة؟ وهل فيها أمثلة نجحت في إثبات دقتها لما تم اختبارها؟ 2، الحداثة. هل معلوماته كانت حديثة وقت ما بتتكتب؟ ولا عن 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 ولا ألف حاجات لما كتب بعدها ب1000 سنة. 3، السلطة، الأثوريتي. هو هل الكاتب شاهد صحيح؟ وهل في شهود تانيين على صحة معلوماته؟ 4، الهدفية أو الأبجكتيفيتي. هو بيذكر المعلومات دي ليه؟ هل بس عشان يذكر وقائع، عايز يقول آراء شخصية، ولا إيه بالظبط؟ 5، علاقته بالمصادر الأخرى اللي كانت معاه. هل يتفق مع بقية المصادر المتاحة في وقته ولا بيختلف معها تماما؟ ملاحظة، المعايير الخمسة أحيانا بتلاقيهم 4 وهكذا، لكن هم في نفس النطاق أو نفس الفكرة. ملاحظة أن هي تختلف تفاصيلها من مرجع لآخر، سواء علمي، تاريخي، جغرافي، أدبي، ديني أو غيره، لكن كلها في نفس الإطار. فالكتاب اللي تختبر معلوماته وبتنجح وقت وكتبت وقتما كانت الأحداث بتحصل، عشان كده شاهد صح. الشاهد بيقدم أدلة على صحة اللي بيقوله، وهدفه صحيح في ذكر المعلومات، ويتفق مع اللي قدمته المصادر الأخرى لهذه المعلومات. ده كتاب قدم معايير مصداقيته بطريقة أكاديمية، حتى لو البعض مصر أن يرفضه لأجل الرفض، لكن هو الكتاب لحد ذاته شهد عن نفسه. كي ده 5 معايير الأكاديمية على معيار أو معايير مصداقية أي كتاب. طب نطبقهم على الكتاب المقدس في السلسلة اللي هنبتدي مع بعض فيها معايير مصداقية الكتاب المقدس اللي هتكلم فيها باختصار شديد. الكتاب المقدس مش نحكم على مصداقيته من المعايير الخمسة دي اللي المفروض تنطبق على أي مرجع. ده إيه رأيكم؟ الكتاب المقدس نقدر نقدم مش 5، نقدم 10 معايير، أكتر من كده. بل أقدر أقدم 12 من عيار ينطبق على الكتاب المقدس وتأكد مصداقيته، الريلايبيليتي بتاعته. ملخصهم وحتكلم عنهم بالترتيب في المحاضرات التالية. 1، الأكوريسي، وهي دي هتاخد معانا جزء كبير، أو دقة المحتوى. هل معلوماته دقيقة؟ معيار يعني وحدة قياس.
هل معلوماته دقيقة؟ هل بعض المعلومات اللي ذكرها تقدر تختبرها كعينات كسامبلز، فلما تنجح فتقول اه ده صحيح، خدت عينات منه اختبرتها فنجحت؟ الكتاب المقدس رغم ان هو مش كتاب علمي ولا كتاب تاريخي ولا كتاب جغرافي، لكن الحقيقة أثناء سياق كلامه لما اتطرق لأمور علمية وتاريخية وجغرافية وغيرها محتاج يذكرها في سياق الكلام، هل اللي ذكره في هذه النقاط دقيقة؟ بلاحظ أحيانا بعض المسيحيين يقولك كتاب المقدس مش كتاب علمي أو مش كتاب تاريخي ويسكت. لا، غلط أن أنت تسكت. هو مش كتاب تاريخي لكن ذكر أمور تاريخية صحيحة، مش كتاب علمي يعني مش مكتوب لأجل غرض العلم لكن ذكر أمور علمية صحيحة وهكذا. فنقطة الأكريسي اللي هي أول نقطة من 12 نقطة هينقسم تحتها نقاط كتيرة جدا. أول حاجة وحناخد النهاردة نقطتين وحاجة صغيرة من التالتة، واحد مصداقيته تاريخيا أو ما يسمى بالهيستوريكال أكريسي. الهيستوريكال أكريسي أو المصداقية التاريخية نقارنه بكتابات تاريخية والمعايير مصداقيتها. هل ما ذكر الكتاب المقدس تاريخيا صحيح؟ هل ما نجد من أثار كعينات كده لما نحب نختبره لو مسكنا كتاب تاسيتوس أو ويلديورانت أو الكتاب المقدس أو يوسفوس وقلنا ناخد لنا معلومتين ثلاثة ونختبرها مع الأثار بنلاقيه صح وبيثبت صحته، ولا الاختبار بيثبت أنه هو خطأ؟ في الأمر ده يعلم ربنا، وطبعا بلاش الاستشهاد بهذا الأمر، دايما بيبرز روعة الكتاب المقدس مقابل أي كتاب آخر، وهقدم لكم عينات النهاردة يحاول أن يكون ليه مثيل في الأمور التاريخية. أولا الكتاب المقدس غطى فترة تاريخية كبيرة اللي هي عمر البشرية، وعشان كده يوجد أدلة تاريخية وآثارية على مصداقيته عبر الزمان تقدر تختبرها بنفسك، لا يقارن فيها كتاب آخر. وعلم الآثار يظهر باستمرار دقة اللي قاله الكتاب المقدس، وبيضحط كل المحاولات الهجوم عليه تاريخيا وتكذيب كل هذه المحاولات. ده مش دليل ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ولا مية، بل آلاف. ده مش اتكتبت كتب، بل موسوعات تتكلم عن اتفاق الأدلة التاريخية والأثرية على ما قاله الكتاب المقدس. أقول لكم على حاجة على سبيل المثال، كنت من فترة صغيرة بدرس موضوع سدوم وعمورة. أنتوا عارفين في أبحاث استمرت 15 سنة على سدوم وعمورة لغاية ما اضطروا يعترفوا أن فعلا في أحجار جت من السماء بيعتبروها نيزك عملاق أو حاجة زي كده انفجر، نزل كرات كبريتية حرقت فعلا سدوم وعمورة بما يطابق الوصف الكتابي. كانوا دايما يقول لك قصة سدوم وعمورة أسطورة، ده الملحدين والمهاجمين للكتاب المقدس، صح؟ أبحاث 15 سنة من علماء من قارات العالم كلها قالوا لا، لازم نعترف أنه القصة حصلت، بس نعترف أن الكتاب المقدس صح؟ لا، ما ينفعش. ومنعمل إيه؟ هي القصة صحيحة وتطابق زي ما قالها الكتاب المقدس، بس يمكن الكتاب المقدس نقلها. يا سلام، ده انتوا ما فيش فايدة فيكم، زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. ما فيش أدلة هتقنعكم، قعدتوا تقولوا قرون قصة دي أسطورية عمرها ما حصلت، ولما الأبحاث أكدت حدوثها هي حصلت، يبقى الكتاب المقدس نقلها فيما بعد ذلك من الحضارات اللي شافتها. ده انتوا مفيش فايدة فيكم، مفيش كم من الأدلة هيخليكم تعترفوا، لأن انتوا مختارين الرفض للرفض. المهم، على قدر ضعفي قدمت سلسلة كاملة من 132، أعتقد دلوقتي تعدوا 135 محاضرة مكتوبة، لسه ما تكلمناش فيها، تبقى سلسلة قريبة اللي هو علم الآثار والكتاب المقدس، هناخدها إن شاء الرب ودبر مع بعض قريب جدا. فالكتاب المقدس أكتر كتاب تاريخي صمت أمام كل المحاولات التشكيك فيه تاريخيا، ولم تنجح أي محاولة في تخطيئه تاريخيا، رغم لا تتخيلوا مدى الضراوة في محاربة الكتاب المقدس وتخطيئه تاريخيا، ورغم كده بينجح. بل حتى في فترات تاريخية في نقاط معينة ما كانتش متوفرة الأدلة هاجموه وبقوا يخطئوه تاريخيا، رغم ان هم اعتمدوا مش على دليل الايجاب اللي يخطئوا،
اعتمدوا على الدليل اللي يسمى دليل سلبي، يعني عدم اكتشاف الأدلة بعد، ولكن كلهم ظهرت اكتشافات تثبت صحة الكتاب المقدس وخطأ كل الهجوم القديم. اتهامات قوية اتقدمت ضده وكلها ثبت فشلها. أمثلة قليلة من كتير جدا من اتهامات للكتاب المقدس تاريخيا ثبت فشلها. فاكرين لما قال لك موسى ما كانش كتب التوراة لأنه عاش قبل اختراع الكتابة، وبعد كده الاكتشافات الحديثة أثبتت أن الكتابة موجودة من قبل موسى بالعديد من القرون، وطلع الكتاب المقدس صح. قعدوا يدعوا أن مدينة أور دي ملهاش وجود، اللي بيقول الكتاب المقدس عاش فيها إبرام، وتم بعد كده اكتشاف مدينة أور ولقيوا الأثار اللي تؤكد الوصف الكتابي لمدينة أور، بل لقيوا على أحد الأعمدة نقش باسم إبرام يؤكد أن اسم إبرام كان شائع في مدينة أور، وكانت ضربة قاضية للاتهام ده. فاكرين لما كانوا بيدعوا زمان مدينة بترا اللي مبنية على صخرة صلبة ده ملهاش وجود، وبعد كده اكتشف مدينة بترا والأثار بتاعتها تطابق الوصف الكتابي. قصة سقوط أريحة لما ادعوا أن هي قصة أسطورية وقالوا ان المدينه دي ليس لها وجود، لقيوا المدينه واتكشف عنها من خلال الحفر، ولقيوا فعلا الجدران سقطت بالطريقه اللي وصفها الكتاب، والنقطه دي لعبوا فيها نفس اللعبه القذره بتاعتهم. ف بعد ما هي ثبت وثبت فعلا الجدران بتاعتها صدق حصلت بنفس الوصف الكتابي، حب يحاولوا تفسير اخر وليس زي ما قال الكتاب. قصة أريحة قالوا هي بقى فعلا مدينة أسطورية، ولا قصة حقيقية مش أسطورية، لكن قبل التاريخ اللي ذكره الكتاب. فاكرين بعد كده تم اكتشافات تؤكد صحة التاريخ اللي ذكره الكتاب المقدس بمنتهى الدقة، يعني حتى الشبهة بتاعتهم بيفصلوها. الأول يقول لك أسطورة ما حصلتش، لما تكتشف المدينة ويتضح ان هي حصلت يقول لك يبقى برضو الكتاب غلطان، اصلها حصلت قبله. لما تتم ابحاثه تثبت ان هي حصلت في نفس التاريخ يضطروا يألفوا شبهات اخرى مختلفة. فاكرين قصة الحثيين قعدوا نصف قرن يدعوا ان الحثيين دول اللي ذكرهم الكتاب المقدس اسطورة، ما فيش حاجة اسمها قبائل قديمة، احد المجموعات كان اسمهم حثيين، وتم اكتشاف مئات الاشارات إلى أن في حضارة اسمها حضارة الحثيين، وبعد دلوقتي حاليا لأن الاكتشافات الكثيرة اللي ثبتت أصبح الشخص ممكن يحصل على رسالة دكتوراه في دراسات عن الحثيين بجامعة شيكاغو حاليا. دول اللي قعدوا عشرات السنين أو أكتر من نص قرن يهاجموا الكتاب ويقولوا ده بيتكلم على أساطير، ما فيش حاجة اسمها الحثيين. العلماء يقول مش العلماء الملحدين يقول لك نقبنا تحت كل حجر وما لقيناش الحثيين، واكتشف ان فعلا في مجموعات حثيين اندثروا من زمان وحاليا تقدر تدرس حضارتهم في جامعه شيكاغو. ضربات العشرة اسطوره وما حصلتش، وبعد كده تم اثبات حدوث الضربات العشرة بمنتهى الدقه. فقط دلوقتي يحاول يقول لك لا حصلت بس بطريقه طبيعيه مش بمعجزه. فاكرين لما كانوا يقولوا الخروج أسطورة وما حصلش، وبعد كده ثبت أن الخروج فعلا حصل، وخروج شعب إسرائيل من أرض مصر ده تم إثباته بأدلة تاريخية. الجمال ما كانتش مستأنسة في زمن إبراهيم فالكتاب المقدس أخطأ، أصل اتكتب حديثا. تم إثبات بأدلة تاريخية وأثرية قاطعة أن الجمال مستأنسة من قبل زمن إبراهيم بكتير. شبهة بلتشاصر ما كانش ملك حقيقي وملك وهمي وليس له وجود في التاريخ ولم يذكر في السجلات التاريخية، وبعد كده اكتشفت لوحات بابلية تصف فترة حكم الملك بلتشاصر اللي كان شريك في الملك هو ابنه نوبونيدس، وغيرها كتير جدا. زمان يقول لك ما حاج فيش حد اسمه داود، ملوش وجود، ده أسطورة. وتم اكتشاف أثار كتيرة لداود زي حجر مؤاب وغيره. سليمان ده أسطورة، ما فيش حاجة اسمها هيكل. اكتشف أثار مدن سليمان والهيكل. صدوم وعمورة أسطورة ما لهاش وجود. تم اكتشاف أثار صدوم وعمورة أنها حقيقة تاريخية تطابق الوصف الكتابي. فثبت أن أسفار الكتاب المقدس كانت بالحقيقة تتكلم في زمن الأحداث بمصداقية ودقة متناهية.
زي ما قلت قدمت مواضيع كتيرة جدا في هذا الأمر على سبيل المثال فقط، تقدروا ترجعوا إليها في الموقع في القسم بتاع علم الآثار والكتاب المقدس. وبتستمر الاكتشافات، نشكر ربنا كل يوم تؤكد هذا الأمر. فالكتاب المقدس أكتر كتاب في العالم تم إثبات مصداقية تاريخه في هذه الفترات الزمنية دي كلها بطريقة قوية. ورغم كل الاكتشافات دي بيستمر المهاجمين يهاجموا، يا اما نقطة فرعية مختلفين عليها زي ما قلت لكم مثلا سدوم وعمورة، خلاص دلوقتي ما يقدروش يقولوا قصة أسطورية، لا العلم أثبتها، فيقول لك يبقى الكتاب نقلها، أو يهاجموا نقطة فرعية مختلفين على قلة في تفصيلاتها رغم ان ثبت حصولها في المجمل، أو يهاجموا بعض اكتشافات علماء الآثار، أو يكرروا الادعاءات اللي تم إثباتها ان هي خطأ علشان يعتمدوا ان البعض ما يعرفش التفصيلات. حاليا لا يوجد دليل تاريخي إيجابي وليس سلبي، لأن التاريخ السلبي ما ينفعش في المحكمة. لا يوجد دليل تاريخي إيجابي يقدر الملحدين يستخدموه في المحاكم لإثبات خطأ الكتاب المقدس. كان في محاولات زي كده القرن الماضي وفشلت. وحاليا يوجد كم ضخم من الأدلة الإيجابية التاريخية اللي تستخدم لإثبات مصداقيته تاريخيا. إيه رأيكم في الأمثلة دي؟ على سبيل المثال للحصر، دي عينات لا تذكر من الكم الضخم اللي يؤكد مصداقيته تاريخيا، ورغم كده ما عندين ومصر على الرفض. اتنين، مصداقيته جغرافيا. النقاط اللي فاتت اللي قلتها مش هتلاقوا ولا واحدة منهم تنطبق مثلا على الكتابات البوذية ولا القرآن ولا كتابات الدينية الأخرى، لكن تنطبق فقط على الكتاب المقدس. ورغم كده يقبلوا الباقي ويرفضوا الكتاب المقدس. ندخل النقطة الثانية، مصداقيته جغرافيا. النقطة دي شبه ينطبق عليها ما يشبه تماما اللي قلت في النقطة السابقة. فأيضا الأماكن الجغرافية والمدن القديمة وأماكن وصفها دايما يهاجموها في الكتاب المقدس ويدعوا ان ملهاش وجود بهذا الوصف الجغرافي، ومهما طال الزمان ترجع الاكتشافات تثبت صحة دقة الوصف ودقة الوصف الكتابي. أيضا قدمت موضوعات كتيرة في هذا الأمر، وأيضا لم تنجح محاولة واحدة لتكذيب الكتاب المقدس جغرافيا في هذا الأمر. من المحاولات الفاشلة في الهجوم على الكتاب المقدس في مواقع المدن، وأن المدن دي ملهاش وجود في هذه المواقع الجغرافية، وبعد كده يثبت دايما صحتها. برضو أمثلة قليلة من الكثير جدا من العينات اللي تم اختبارها وطلع الكتاب المقدس كالعادة صح في كلهم بدون استثناء. موقع بيت إيل اللي ادعوا ملهاش وجود، اللي ادعوا ان هي مش موجودة في هذا المكان وطلع صح. موقع مدينة عاي وطلع صح. مدينة أريحة وطلع صح. الناصرة وطلع صح، وغيرها الكتير جدا. ده مش بس صحة ودقة أسمائهم حتى لو كانت انهدمت واندثرت لفترة طويلة، بل دايما يتفق مع المصادر القديمة اللي تكتشف حديثا وتكون اتكلمت على الأماكن دي. ناخد مع بعض مثال آخر أو بعض الأمثلة. في 21 مدينة وقرية اتذكرت في الأربع أناجيل. ال 21 كلهم في الدراسات الحديثة لقيوها أنها تطابق ما كتبوه المؤرخين في هذه الأزمنة، مثل أدلة الأثار، كتابات يوسفوس، كتابات الربوات اليهود القديمة اللي كانوا مخبينها وظهرت، وهكذا. ودي مرجع نشر هذا الأمر تفصيلا، وقدمت الموضوع ده تفصيلا ومقارنة ما بين الأربع أناجيل لتوضيح مصداقيته جغرافيا في مقابل كتابات يوسفوس والكتابات الأبوكريفية في ملف أسماء مدن ذكرها الأربع أناجيل وأكدها علم الأثار والمؤرخين. باختصار، الأناجيل ذكرت 26 مدينة، منهم 21 تم إثبات وجودهم من الأثار بطريقة قاطعة، وفي 5 لسه ما لم يكتشفوا بعد ولكن هيكتشفوا، ربنا يدبر قريبا. كلهم ال 21 دول اكتشفوا من الآثار ومراجع أخرى قديمة غير مسيحية، ولكن جار البحث وبيكتشف واحدة تلو الأخرى باستمرار. اللي اكتشف ده أكد دقة وصف الكتاب المقدس فيهم، لأن احنا لو أخذنا نسبة وتناسب ده ما نلقوش ولا واحدة غلط،
ده 21 اكتشفوا اوريدي بالفعل من 26، يعني بنتكلم على اثبات 81%، و19% دول مش دليل ايجابي، دول لم يكتشفوا بعد، هيكتشفوا قريبا. ورغم كده بيهاجموا مصداقيه الكتاب المقدس. طيب نقارنه. في المقابل يوسيفوس. يوسيفوس ذكر في الكتابات بتاعته 44 مدينة. لقيوا منه 34. يعني نسبة 77%. الكتاب المقدس 81. أو الأربع أناجيل. وعمرك ما تسمع حد يهاجم يوسيفوس في مصداقية الأماكن الجغرافية اللي ذكرها عن المدن دي. تسمعوا حد يهاجم يوسيفوس ويقول ملهوش مصداقية في أماكن المدن اللي ذكرها أو أسمائها؟ لا. رغم أنه percentage wise مصداقية يوسيفوس أقل من الأربع أناجيل، ورغم ذلك يوسيفوس يصنف أنه هو مرجعية تاريخية وجغرافية، رغم أن الكتاب المقدس أكثر دقة منه بكثير، وجايبهم الواحد وعشرين مدينة بالتفصيل. طب نقارن بكتابات تانية. على سبيل المثال الكتابات المنحولة أو المتعارف عليها باسم الأناجيل الأبوكريفية اللي ملهاش أي مصداقية، أغلبهم لا يوجد فيها أي تفصيلات جغرافية. إنجيل مريم ما ذكرش اسم مدينة واحدة. إنجيل توما، إنجيل يهوذا ما ذكرش أي مدينة، ذكر بس تعبير اليهودية، منطقة مش مدينة. إنجيل فيلبس ذكر اسم مدينة أورشليم بس. إنجيل حكمة يسوع ذكر خطأ جبل الزيتون، قال عنه أنه هو في الجليل، وطبعا ده غلط تماما لأنه جبل الزيتون ده في اليهودية أمام أورشليم، فهو ذكر مكان واحد وأخطأ فيه. إنجيل الطفولة لتوماس ذكر خطأ بيت لحم إنها في مدينة الناصرة، طبعا بيت لحم دي جنوب أورشليم. إنجيل برنابا ده ذكر أخطاء جغرافية كثيرة، منها أن المسيح أبحر إلى الناصرة، والناصرة ده أصلا مش على شاطئ بحر أو بحيرة. ده مقارنة على سبيل المثال، وده اللي شهد بيه علماء الجغرافيا قديما، قالوا أن the Gospels provide an extremely vivid and in geographical term quite extensive، وده في مرجع The Roman Near East في صفحة 342. في مقابل بقية الكتب الدينية ولا واحدة فيهم تقدر تصمد في المقارنة دي معاه، وكلهم أقل من كتابات يوسيفوس، في معاد الكتاب المقدس أعلى من كتابات يوسيفوس. فالحقيقة لو كان المهاجمين فعلا محايدين لاعتبروا الكتاب المقدس بما فيه الأناجيل وعهد قديم وغيره دقيقة جدا جغرافية ومرجعية، ويستخدم كمرجعية لهذا الأمر لمصداقيتها، لكن لا، هم عايزين يرفضوه لأنه بيكرهوه. بل أيضا ثبت مصداقية ودقة الكتاب المقدس جغرافيا مش بس في ذكر الأسماء ووصفها والأماكن، ده كمان لما يتكلم عن أماكن من روعته ودقته ما يذكرش الاسم بس، بل أحيانا يوصف وصف دقيق جدا ويتضح أن الوصف صح. يقول فلان صعد لمدينة كذا ويكتشفوه أن هي فعلا على تل، نزل لقرية كذا ويكتشفوه أن هي فعلا في مكان منخفض. ودايما التعبيرات الكتابية صعد ونزل وغيره أو على حافة جبل أو غيره تطلع فيه منتهى الدقة. العكس صحيح، لم يثبت حاجة عكسية قالها الكتاب المقدس، فاتضح روعته مش بس الأسماء والأماكن، ده حتى في الوصف الطبوغرافيا. فالكتاب المقدس تم إثبات مصداقيته جغرافيا بطريقة قاطعة، ولكن رغم هذه الاكتشافات يستمر المهاجمين يختلقوا أشياء، ورغم ده يستمر صحة الكتاب المقدس وبيقف كل أمام محاولات النقاد. وحاليا أيضا لا يوجد دليل جغرافي إيجابي واحد يمكن أن يستخدم في المحاكم لإثبات أن الكتاب المقدس أخطأ جغرافيا، ولكن يوجد كم ضخم ممكن استخدامهم لإثبات مصداقيته جغرافيا. النقطة الثالثة، مصداقيته في المعلومات العلمية، وده أيضا من روعة الكتاب المقدس. فأكرر، رغم أنه ليس كتاب علمي، لكن ما ينفعش نقف عند هذه النقطة، رغم أنه ليس كتاب علمي تجريدي، لكن كل نقطة
تطرق إليها الكتاب المقدس في سياق كلامه بيوصف فيها نقطة علمية، معلومة علمية أو تاريخ علمي كان دقيق فيها، وما قدمه من معلومات علمية حتى لو تأخر الإنسان في اكتشافها كل مرة بيثبت صحتها. الكتاب المقدس ما كانش بيقول الكلام ده على سبيل الافتخار ولا التعجيز زي إخواننا، لا، أو غيرها من التعبيرات اللي بيقولها غير المسيحيين. الكتاب المقدس كان بيقولها في سياق كلامه مش عشان يعجز حد، ولكن دايما يتضح صحتها. رغم أنه من أكثر النقاط اللي هاجمها الملحدين في الكتاب المقدس هي النقاط العلمية، ورغم كده نجح فيهم كلهم. ليه؟ لأنه طبعا كاتبه هو ربنا بروحه القدوس، وكل المحاولات الهجوم عليه علميا فشلت، ولا واحدة منهم قدر يثبتوا صحتها. أفردت ملفات كثيرة، ولسه هنيجي للقسم الـ 12 هتكلم في الموضوع ده في سلسلة الرد على الحد وتطور الكتاب المقدس صحيح علميا، وهناخد كم ضخم من في هذا الأمر، هيكون عشرات من المحاضرات في هذا الأمر. فقط على سبيل المثال، لما سيطرت على الأكاديمية الفرنسية للعلوم بعض المجموعة الإلحادية اللي كانت موجودة في أوروبا في هذا الزمان في سنة 1861، أعلنوا أن هم اكتشفوا 51 خطأ علمي في الكتاب المقدس. مرت الأعوام واحد تلو التالي والتقدم العلمي، وتم الاعتراف أن 51 خطأ دول ما أخطأش فيهم الكتاب المقدس، وكانت أخطاء الأكاديمية الفرنسية نفسها في هذا الزمان، والكتاب المقدس كان على حق. على سبيل المثال، بعض المحتويات العلمية الدقيقة للكتاب المقدس، ومش هنقدر ناخد كل الأمثلة النهاردة، أو هي بعض الأمثلة اللي هناخدها، هنكمل أمثلة أخرى إن شاء ربنا ودبر المرة الجاية. واحد، كروية الأرض. أكد كولومبس أن الأرض كروية. في القرن 16 كوبرنيكوس العالم المسيحي الرائع اللي وضح هذا الأمر. جاليليو في القرن 17. أشعياء النبي بالروح القدس ذكر الحقيقة دي قبل الميلاد بأكثر من 700 سنة، الجالس على كرة الأرض. والموضوع ده مضايق جدا الملحدين واللي بيهاجموا الكتاب المقدس الغير مؤمنين، عشان كده بيهاجموها باستمرار النقطة دي، وعملت لها ملف تفصيلي، وللأسف بعض المسيحيين بيتخدعوا بيها حتى الآن. ده كمان قبل أشعياء النبي اللي قال الجالس على كرة الأرض سكانها كالجندب. سليمان كان ذكرها بطريقة رمزية لما قال: لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، رسم كورة، أمثال 8:27، ودي شرحتها بشيء من التفصيل، الرد على كذبة أن المسيحيين أمنوا بأن الأرض مسطحة، وأيضا ملف الجالس على كرة الأرض. 2، العدد الكثير جدا للنجوم. تعرفوا أنه قعدوا قرون طويلة يخطأوا الكتاب المقدس في عدد النجوم؟ بداية من العلم الحديث في سنة 1958 بدأوا يقسموا المجرات إلى أكثر من 2700 مجموعة، كل مجموعة تحتوي على أكثر من 50 مجرة، كل مجرة تحتوي نحو 100 بليون نجم، وبناء عليها بدأ يقولوا لا، ده النجوم عددها ضخم جدا أكثر مما كنا نتخيل. وبعد كده العدد استمر يتضاعف لغاية ما في أوائل القرن 21 اتقدر أنه هو أكثر من 10 أس 22 نجم، استمر العدد يتزايد لغاية دلوقتي بيتكلموا على 10 أس 25. والبعض يتوقع أنه مهما كل ما نبحث نلاقي أكثر، فإحنا عمرنا ما هنعرف نحصي بدقة عدد النجوم اللي ما تتعدش. كلام ده ذكره أرمية من ألاف السنين، زي ما قال: كما أن جند السماوات لا يعد ورمل البحر لا يحصى. نجوم السماء لا تعد، حاليا بيقولك احتمال ما نعرفش نعدهم. الحاجة اللي حضراتكم كتير ما تعرفوهاش، العدد اللي قاله أرمية واللي كان بيتذكر في وعود ربنا لإبراهيم في سفر التكوين وغيره، كان بيستخدم كدليل على خطأ الكتاب المقدس من ضمن 51 خطأ. تعرفوا النقطة دي؟ انتوا عارفين ان في الماضي بما فيها الحضارات الماضي كانوا بيظنوا ان عدد النجوم لا يتعدى 1000 نجم اللي بيشوفوها بعينهم المنظورة حتى العصور الوسطى. أرمية بيقول لا تحصى، وهم بيقولوا ده 1000 نجم، فده كانوا مخالف للعلم بتاع زمانه وما بعده. وزي ما يفضل يقول كثرة نجوم السماء زي تكوين 22:17 وغيرها، ودايما يستخدمها الكتاب عن الكثرة زي رمل البحر،
كتير بما فيها علماء العصور المختلفة في القرون الوسطى، كانوا بيعتقدوا أن النجوم عددهم 1000 نجم، وكان بيتهم الكتاب المقدس أخطأ أنه تكلم عن عدد النجوم ضخم جدا وشبهها برمل البحر، رغم أنهم من 1000 نجم بس. فعلى سبيل المثال، واحد من العلماء المشهورين جدا في العصور الوسطى، آسف، في العصور الأولى، كلاديوس بتلومي في القرن الثاني أحصى 1022 نجم، وصنفه كلاديوس أنه أحصى كل نجوم السماء في الموسوعة بتاعته اللي هي 13 فوليوم. فهذا العالم في زمانه في القرن الثاني بيقولوا ده خلاص أحصى كل النجوم وعرف وتأكد وعد النجوم إن هم 1022 نجم، وكان بيستشهد بكلامه لتخطيط الكتاب المقدس. بص، الكتاب المقدس الغلطان اللي شبه عدد النجوم برمل البحر وعدد لا يحصى، واحنا خلاص عدناهم وعرفنا ان هم من 1022، وكلام ده لا زال موجود في كتابه حتى الآن. ولكن بعد كده مع العصر الحديث والعلم الحديث عرفنا فعلا ان النجوم عددها مثل رمل البحر، وحاليا يتوقع ان هو يتعدى عدد 10^25، مش هنقدر نعدهم، بل مجرة درب التبانة لوحدها بها أكتر من 100 بليون نجم. فمع مرور آلاف السنين وتقدم العلم يطلع أن الكتاب المقدس هو الصح كالعادة، رغم أن الادعاء استمر قرون إن لم يكن يعني ميلينيا، طلع الكتاب المقدس صح وطلع خطأ المدعين. تعرف أن النقطة دي في العصور الوسطى نقطة كانت تعتبر من أقوى النقط اللي بيخطأوا فيها الكتاب، إن إحنا خلاص عدينا النجوم؟ طلع الكلام ده غلط. النقطة التالتة، الفضاء اللي بيسبح فيه الكون. اكتشف الحقيقة دي طبعا بداية من آيزاك نيوتن أو إسحاق نيوتن عام 1687، ولا الموضوع مش عبارة عن قبة والكلام ده كله، وثبت الأمر بدقة إن الفضاء هو خلاء سفر أيوب قايلها من قبل آيزاك نيوتن بقد إيه، اللي يقول يمد الشمال على الخلاء ويعلق الأرض على لا شيء في أيوب 26:7. بل وضح الكتاب المقدس أن هناك ربط، ترابط ما بين الأجسام السماوية اللي هي طبعا فيما بعد اكتشفها العلم قوى الجاذبية مع حركة الكواكب، أشار إليها أيوب 26:11، مزمور 93:1، مزمور 96:1، أمثال 8:7، مزمور 8:3، أشعياء 45:11، مزمور 18:19. ملحوظة، نيوتن العالم المسيح، أنتوا عارفين نيوتن لو كان موجود حاليا كان هيبقى كلامه مرفوض، ليه؟ أصله بايس، أصله مسيحي. نيوتن هذا العالم المسيحي اللي كان أيضا لاهوتي، الكتابات اللي كتبها في الفيزياء كتب 10 أضعافها في الأمور اللاهوتية وتفسير الكتاب والنبوات، فهو درس الكتاب المقدس 10 أضعاف اللي كتبه في الفيزياء والبصريات. وعشان رأى روعة الكتاب المقدس في كل نقطة علمية ذكرها، قال التالي، قال هذا النظام الجميل للشمس، ده كلام نيوتن اللي حاليا لو في زماننا الحالي العلم هو الملحدين وبس، وأي واحد مسيحي يبقى مش مصدق، يبقى نيوتن دلوقتي مش مصدق. نيوتن قال هذا النظام الجميل للشمس والكواكب والمذنبات يستطيع أن يستمر عن طريق مشورة وسلطة الكيان الزكي والقوي اللي هو ربنا. هذا الكيان الإلهي يحكم كل شيء ليس كروح في العالم بل كرب فوق الكل. ولهذا عن الله نناقش عنه ظهور الأشياء بكل تأكيد ينتمي للفلسفة الطبيعية. يعني الفلسفة الطبيعية ده اسم العلم زمان. الساينس كان اسمه زمان فلسفة طبيعية. كان اسمه ناتشرال فيلوسوفي، ده معنى اسم ساينس زمان. يعني ليه بيدرس العلم؟ عشان ربنا اللي خلقها. ده آيزاك نيوتن. ايضا يوهان كيبلر الشهير جدا اللي بيعتبروه ابو قوانين حركه النجوم، قال كل ما ادرس الكتاب المقدس افكر في النجوم والاقيها تطابق اللي قاله الكتاب المقدس. يوهان كيبلر اللي وضع قوانين حركه النجوم اللي بيستشهد حتى الان بي، لو احنا في الزمن الحالي يوهان كيبلر ده يبقى مرفوض، اصلا مسيحي، لكن درس الكلام ده كله لان مسيح يؤمن بالكتاب المقدس.
بل اعترف ان السبب قرايته للي قاله ارميا في ارميا 33 25 هكذا قال الرب ان كنت لم اجعل عهدي مع النهار والليل، يعني حاطط قانون للنهار والليل، فرائض السماوات والارض. يوهان كيبلر اصر بسبب كلام ارميا يعرف ايه هي قوانين السماوات والارض، ايه قوانين السماوات النجوم دي قوانينها ايه، وبدا يدرس وطلع بالقوانين اللي مسمى باسمه قوانين يوهان كيبلر او كوبرنيكوم للنظام الشمسي وحركة النجوم. فمن كلام اراه في ارميا قال يبقى ربنا بيقول ان في قوانين للنجوم، بدأ يدرس حركة النجوم ووضع قوانين حركة النجوم الثلاثة الشهيرة، ثلاث قوانين الشهيرة بتاعت كوبرنيكوس اللي يسمى بالرؤية بتاعت كوبرنيكوم للنظام الشمسي وحركة النجوم، وهي الأساسية حتى الآن في علوم الفضاء، حتى الآن. طبعا لو في زماننا الحالي ده مسيحي ارفضوه، ده كمان هيستشهد بالكتاب المقدس في العلم، يبقى على طول مرفوض misinformation و disinformation وانتي ساينس والكلام الكتير اللي بيتقال الايام دي. ده هو قال لولا هذا العدد اللي اراه في ارميا ما كانش بحث في الموضوع ده، وما كانش وضع القوانين حركة النجوم بتاعة يوهان كيبلر المعروفة المستخدمة حتى الان. وقال دراسة قوانين حركة الكواكب ودراسة قوانين الفضاء هي بتفكر بأفكار الله بعده، thinking God's thought after him، انت بتفكر ربنا عملها ازاي، ده اللي قاله. متخيلين؟ ماريا ميتشل اول عالمة فلك امريكية سيدة قالت نفس الامر، every formula which express law of nature is a hymn of praise to God، كل قانون كل معادلة تعبر عن قانون في الطبيعة هو تسبيحة لربنا اللي حط القوانين دي. ايه رأيكم؟ فالكتاب المقدس اللي بيقيس بحيادية يلاقي كل اللي بيقوله دقيق جدا علميا، وهو اللي ألهم كل العلماء المسيحيين دول الكثيرين ان يكتشفوا ما اكتشفوه، والعلماء المسيحيين هم من اللي أسسوا كل العلوم الحديثة بدون استثناء بسبب قرايتهم للكتاب المقدس. النقطة دي هندرسها فيما بعد في سلسلة الرد على الحد والتطور بالتفصيل إن شاء ربنا وعشر. المهم في مصداقية الكتاب المقدس علميا هكملها في الجزء القادم بمعونة ربنا، والمجد لله دائما. وكالعادة آسف لو أخطأت في شيء، لكن ده لو حصل صدقوني لم يكن